عمر السومة لاعب كبير، ما في حد يختلف على هذا الكلام اطلاقا، وخاصة الاهلاوية بمجرد ما يسمعون اسمه يبتسمون، وذكرياتهم معاه رائعة واكثر من رائعة. فماذا قدم عمر السومة في كل حياته مع النادي الاهلي في وجوده في الدوري السعودي؟ كم مباراة لعب عمر السومة؟ لعب 240 مباراة مع تيشيرت النادي الاهلي، 222 مساهمة، سجل 192 هدف. انتم متخيلين من 240 مباراة سجل 192 هدف؟ يعتبر معدل جدا عالي وجدا رهيب. صنع 30 هدف، الهداف التاريخي للدوري السعودي، هداف قارة آسيا ب 302 هدف، اكثر من سجل هاتريك في دوري المحترفين. كم مرة سجل هاتريك؟ 8 مرات سجلها عمر السومة. هداف الدوري 3 مرات، منهم مرتين على التوالي اخذ لقب هداف الدوري. حقق دوري عبد اللطيف جميل في سنة 2016، وحقق كاس السوبر السعودي في 2016، حقق كاس الملك في 2016، كذلك حقق كاس ولي العهد في 2015. ولعل سنة 2015 و2016 تحديدا من أجمل سنوات عمر السومة مع النادي الأهلي. الله يذكرك بالخير يا السومة، وراح تبقى تاريخ كبير خاصة في ذكرياتك مع النادي الأهلي. كأهلاوي، شو الكلمة اللي حاب توجهها من قلبك إلى عمر السومة؟ اكتب لي في التعليقات في أسفل الفيديو، ولا تنساني من اللايك والفولو. مشكلتي بس.